ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله My dear brothers and sisters, wherever you are, inshallah, today I want to show you my village, inshallah. You know, many people think that I came from a rich family, but as you can see here in my back, this is my house. Right now I'm live in Turkana. This is a place, this is my house. And you can see we have been surrounded by mountains. Look, this is our village. As you can see. This is my village. That is my uncle there. He's washing his legs. And those are their daughters, inshallah. And that is the house of my auntie. As you can see. And this is the house that, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran. Let us now read the Quran, inshallah. A'udhu billahi as-sami'i al-alim min ash-shaytan ar-rajim Asa rabbuhu in طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين. اللهم اهدنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا من لا يحتاج بيانا ولا تفسير، يا من إذا قلنا يا مولاي لبانا، يا رب نحن ننسى فتذكرنا في كل نائبة، يا رب فكيف ننساك يا من لست تنسانا، يا رب عافي أمة محمد صلى الله عليه وسلم.